في وقت سابق أصيب فلسطيني بجروح خطرة بعد إطلاق النار عليه بزعم تنفيذه عملية طعن في محطة القطار الخفيف قرب بلدة شعفاط شمال القدس المحتلة. نحن موجودون في بلدة شعفاط شمالي القدس المحتلة عند محطة القطار الخفيف، حيث ادعى حارس أمن إسرائيلي أنه تعرض للطعن هذا المساء وأصيب فلسطيني عمره 19 عاما من العيسوية شرقي القدس المحتلة، أصيب بجروح خطيرة بعد إطلاق النار عليه بزعم أنه نفذ عملية طعن. هذا الفلسطيني هو رهن الاعتقال الآن بعد أن تعرض للإصابة، فيما أكدت مصادر طبية إسرائيلية أن حارس الأمن أصيب في يده بجروح وصفت بأنها طفيفة. في هذه الأثناء قوات الاحتلال الإسرائيلي أغلقت الموقع، توقفت حركة القطار الخفيف، هنالك استدعاء لمزيد من العناصر والطواقم الخاصة تعمل في الميدان، وأيضا هنالك اجتماعات أمنية ميدانية. نتحدث عن فترة أمنية صعبة، هنالك نشر للعناصر لتأمين موسم الأعياد اليهودية مرة رأس السنة العبرية، وبعد أيام هنالك عيد الغفران، وبالتالي هذه الفترة الأمنية توصف بأنها صعبة، لذلك تستدعي المزيد من الإجراءات. أيضا يتجمع المستوطنون في محيط هذه المحطة للتعبير عن بطبيعة الحال غضبهم و كرههم للفلسطينيين تزامنا مع هذه العملية. يتوقع الآن أن تقتحم القوات منزل المشتبه بتنفيذ هذه العملية كي إجراء يعقب أي حدث أمني. من شعفاط، كريستين ريناوي، العربي، القدس المحتلة. ومن القدس ينضم إلينا مراسلنا أحمد جرادات. صباح الخير، هل تكشفت معطيات جديدة حول ما جرى قرب شعفاط؟ نعم، حراس امن القطار الخفيف اطلق النار على شاب فلسطيني من بلده العيسويه الذريعه، كانت تحاول تنفيذ عمليه الطعن، ولكن هذا هو الفلسطيني الثاني خلال ايام الذي يطلق عليه النار من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي وحراس امن القطار الخفيف بذريعه حاول تنفيذ لكن اللافت حتى هذه اللحظه شرطه الاحتلال الاسرائيلي لم تقم باصدار فيديو حتى للشاب الذي قامت باعدامه قبل ايام من عائله الزعانين قرب القطار الخفيف، والذي دعت بحيه انه حاول طعن احد المستوطنين. الشاب اصيب بجراح وصفت بالخطيره، وهو الان وتم اعتقال والده والتحقيق مع العائله واقتحام منزل العائله بالساعات مساء الامس في بلده العيسويه، ومن المتوقع ان تتعرض هذه العائله لحمله تضييقات من قبل سلطه الاحتلال الاسرائيلي وقوات الاحتلال الاسرائيلي. من ناحيه اخرى، التوتر لا يزال على حاله في الضفه الغربيه، الاحتلال الاسرائيلي لا يوقف اقتحاماته الى الضفه الغربيه، على الرغم من انه يدعي ان هذه فتره حساسه وفتره امنيه صعبه ويريد ان تمر هذه الايام بهدوء ودون وجود عمليات كبيره، ولكن على الارض هو يقوم باستفزاز الفلسطينيين من خلال اقتحامات لمراكز المدن. فمثلا في ساعات مساء الامس اقتحم بلده مدينه نابلس وتحديدا حي رفيديا في المدينه، قام بحصار بنايه وشقه سكنيه وانسحب بعد اعتقاله لفلسطيني ادعى بانه مطلوب. خلال عمليه الاقتحام قام بالقمع الفلسطينيين الذين حاولوا الاحتجاج الى هذا الاقتحام، واصيب قرابه 15 فلسطينيا وفقا للهلال الاحمر الفلسطيني. ايضا فجر هذا اليوم خلال اقتحام لقريه كفردان في محافظه جنين شمالي الضفه الغربيه قام الاحتلال باعدام شاب فلسطيني بسبب اطلاق النار عليه. نتحدث عن 7 شهداء فلسطينيين منذ يوم الثلاثاء الماضي، 5 شهداء في محافظة جنين مخيمها والمدينة وأيضا قرية كفردان، وشهيد في أريحة وشهيد في قطاع غزة. أي أنه في ظل حديث الاحتلال الإسرائيلي عن وجوده في ذروة أمنية وفترة توتر أمني، هو يصعد من قتل الفلسطينيين في الضفة الغربية واقتحامات المدن الفلسطينية، وهذا العدد الكبير الذي يرفع عدد الشهداء في الضفة الغربية إلى أكثر من 240، من بينهم قرابة 50 طفلا أقل من 18 عاما قام الاحتلال الإسرائيلي بقتلهم منذ مطلع هذا العام. لذلك هذا العام
لم ينتهي بعد، ونتحدث عن حصيلة شهداء كبيرة، عن إصابة قرابة 8000 فلسطيني جراء الاقتحامات الإسرائيلية المتواصلة والمستمرة في الضفة الغربية، عن حالة تأهب أمني في مدينة القدس المحتلة حتى وصلت إلى حد الهوس الأمني من ناحية. فمن جهة بالأمس تم اعتقال فلسطيني من عند حاجز قلنديا شمالي القدس المحتلة بذريعة أنه حاول دهس حارس أمن. ربما قد يكون الحادث هو حادث سير عادي، ولكن الاحتلال في هذه الفترة بسبب حالة الهوس الأمني هو يقوم بإطلاق النار ويقوم باعتقال أي فلسطيني بمجرد الاشتباه بأنه حاول تنفيذ عملية أو تواجد في منطقة أثار الريبة والشبهات وفقا للاحتلال الإسرائيلي. لذلك هذه الفترة لم تنتهي، ونتحدث عن هي ربما ستكون صعبة في ظل الاقتحامات الإسرائيلية وفي ظل أيضا تحضير المستوطنين لاقتحامات المسجد الأقصى المبارك تزامنا مع عيد العرش الذي سيأتي نهاية الشهر الجاري. شكرا لك أحمد جرادات، كنت معنا.